أهلا بكم همزة وصل جديدة، دوما ما نفتح بها بابا للحوار بيننا وبينكم عبر فقرتنا المختلفة في همزة وصل. نطرح العديد من النقاط الهامة، منها ما هو تصحيح لشائعة دارجة في المجتمع، ومنها ما هو شائع ومعتاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لموضوعنا اليومي الذي نطرحه عبر المختصين وعبر آرائكم المختلفة التي تسجلوها معنا. دعونا نبدأ من الشائعة التي انطلقت في الأيام الماضية وكانت تتعلق بالعودة إلى الدراسة مرة أخرى. وانطلقت مع العودة إلى الدراسة مجموعة من الشائعات التي تخص العام الدراسي، كان منها إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس وهي الإجازة الدارجة منذ سنوات طويلة واعتدنا عليها جميعا، ونفت وزارة التربية والتعليم جملة وتفصيلا فكرة إلغاء إجازة يوم السبت. يوم السبت أجازة عادية لجميع المدارس كما هو متبع منذ سنوات طويلة، وهذا هو النفي الرسمي كما ترون الآن على الشاشة لفكرة أن يوم السبت يوم دراسة، بل هو أجازة عادية جدا لكل أبنائنا على مختلف المراحل التعليمية. كانت هذه الشائعة التي انتشرت في الأيام الماضية، نرجو أن نكون قد وضحنا حقيقتها بأن يوم السبت أجازة عادية لجميع المدارس. ماذا عن أهم الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما هو الخبر الذي كان محور الحديث؟ تعالوا نسأل معا محمد عبد الحكم. محمد، ماذا لديك عن وسائل التواصل الاجتماعي، وما هو الخبر الذي استحوذ على الاهتمام بالأمس؟ شكرا ماجدة. بخصوص الشائعة والأجازة، هل نحن أيضا في أجازة يوم السبت أم لا؟ نعم، لا، احنا بنشتغل طول الوقت يا محمد. شكرا ماجدة، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ماذا متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وترند؟ هو دوري أبطال أوروبا، البطولة الأقوى، البطولة الأغلى التي يراها البعض منافسا لكأس العالم، البطولة التي يتابعها الملايين حول العالم. انطلق دور المجموعات والكل بدأ الاستمتاع والكل بدأ الالتفاف حول شاشات التلفزيون لمتابعة البطولة الأكبر، البطولة الأهم، البطولة التي يلمع فيها كل نجوم العالم. سنستمع الآن إلى أغنية دوري أبطال أوروبا. نادي ليفربول، النادي الذي خيب أمال جماهيره بالأمس وخسر أمام نابولي في دور المجموعات في أولى مشوار صاحب اللقب والمتوج باللقب الموسم الماضي ومحمد صلاح. الحزن على صورة محمد صلاح، خسارة 2-0 في بداية مشوارهم بدور المجموعات أمام نابولي الإيطالي. نادي ليفربول بيقول سنتحمل المسؤولية وسنحاول تدارك الموقف والعودة بقوة في المباريات القادمة. هذا هو هندرسون القائد، تحدث عن نتيجة مباراة الأمس نابولي وليفربول. برشلونة أيضا الذي تعادل في مباراة الأمس بعمر 16 عام و351 يوم، إنسو فاتي يصبح أصغر لاعب في التاريخ بيستهل مشواره مع برشلونة في دوري الأبطال. هذا هو اللاعب الذي يتحدث عنه الجميع ويقول أنه الموهبة القادمة والتي ربما تكون خليفة ميسي في الملاعب الأرجنتينية، الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي. هذه معظم الموقع على تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي. تعليق آخر، البحريني عبد الله يوسف يدخل التاريخ ويصبح أول لاعب من دول مجلس التعاون الخليجي يشارك في دوري الأبطال، شيء مشرف للغاية، شيء رائع أن أحد اللاعبين الخليجيين يشارك في دوري أبطال أوروبا. ليلة البايرن الأوروبية الأولى على ملعب إليانز أرينا، ده كان كلام لمنسوب لنادي بايرن ميونخ الألماني والذي تم كتابته بالأمس عن دوري أبطال أوروبا ومشاركة البايرن المتوقع لها أنها ستكون جيدة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. اليوفنتوس، مرحبا بدوري أبطال أوروبا، لنستمتع بما هو قادم ولنتطلع لما هو قادم، هيا بنا يا رجال. البيانكونيري، عشاق اليوفنتوس حول العالم يتطلعون لبطولة جديدة في تاريخ اليوفنتوس، خاصة أنه وصل إلى المباراة النهائية في
سبع مباريات تقريبا، في سبع مباريات نهائية ولم يتوج باللقب. ياسر بيقول هدف بطولة كأس العالم للشباب النرويجي هالاند يسجل هاتريك في أولى مشاركة له في دوري أبطال أوروبا، وكما نرى في الصورة الجماهير تحتفل مع هذا اللاعب بتسجيله الهاتريك. عشاق مانشستر يونايتد حول العالم بيقولوا دوري الأبطال بدون مانشستر يونايتد وليالي الألترافورد ليس لها طعم ولا رائحة، ولكن مانشستر يونايتد غائب عن المراحل النهائية منذ فترة طويلة، ومنصات التتويج مانشستر يونايتد الذي ابتعد في الفترة الأخيرة. محمد فتحي بيقول يشارك الملكي ريال مدريد في دوري الأبطال الليلة للمرة 50 في تاريخ رقم قياسي، أقرب منافس هو فريق بنفيكا شارك في 39 مرة، وريال مدريد الذي توج ثلاث مرات وراء بعض متتالية مع زين الدين زيدان. راموس بيقول لأول مرة ومنذ 21 عام لن يتواجد القديس إيكر كاسياس في دوري أبطال أوروبا، الحارس العملاق حارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس. مصطفى بيقول موسيقى دوري الأبطال بتدخل من ودني على قلبي في ثواني، ونحن أيضا يا مصطفى نستمع إليها الآن، وكل الشكر موصول للزملاء في الكنترول اللي بيسمعون هذه الموسيقى رائعة على قلوبنا جميعا. علي بيقول عندما نستمع لنشيد دوري الأبطال ماذا نتذكر؟ نتذكر الحماس، نتذكر المتعة، نتذكر الروعة، نتذكر الاهتمام ولمة الجميع حول شاشات التلفزيون لمشاهدة البطولة الأقوى في العالم بحسب رأي البعض، والبطولة الثانية بعد كأس العالم. هذا هو الترند بداية دوري أبطال أوروبا ودور المجموعات في هذا الموسم. اليوم إن شاء الله تستكمل تلك المباريات. أعود الآن إلى زميلتي مجد القاضي والحديث يطول حول موضوع حلقة الرئيس. ماذا عن الموضوع يا مجد؟ سأقوله حالا يا محمد، ولكني عجبني هذا الموضوع الشائع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعجبتني جدا الموسيقى التي تميل الى الكلاسيكيه، وذكرتني بشكل ما بالموسيقى الشهيره كارمينا بورانا المعروفه عالميا. اما موضوع حلقه اليوم فبالتاكيد كلنا نعلم ان الدوله خاضت سنوات طويله في محاوله للاصلاح الاقتصادي. عبر سنوات الإصلاح الاقتصادي التي ما زلنا نحياها فلم تنتهي بعد، كانت هناك مواجهة ضخمة مع فكرة التضخم، التضخم والبطالة بالتأكيد. حاولت الدولة أن تخوض مسيرة الإصلاح الاقتصادي، قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية الكبيرة، كان منها تعويم الجنيه على سبيل المثال، والذي أدى هو الآخر إلى العديد من الآثار الاقتصادية الكبيرة. لكن الدولة كانت لها وبالفعل وقفت في العديد من النقاط موقف القائد، واستطاعت أن تصل حتى الآن إلى انخفاض كبير في معدلات التضخم. ترى ما هو تأثير انخفاض معدلات التضخم على مستوى حياة الإنسان العادي؟ هل يشعر بهذا الانخفاض؟ وإذا لم يكن يشعر حتى الآن فلماذا؟ وكيف تسير العملية الاقتصادية في هذا الصدد؟ وما هي التأثيرات الأخرى لانخفاض التضخم على نواحي الحياة في مصر؟ دعونا نطرح الأمر للنقاش بيننا بينكم مع المختصين من خلال السؤال التالي، وهو كيف ترى انعكاس انخفاض معدلات التضخم على مستويات معيشة الأسر؟ كيف ترى انعكاس انخفاض معدلات التضخم على مستويات معيشة الأسر المصرية بالتأكيد؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب أن تتابعوه معنا على الإنترنت من خلال همزة وصل إي جي وسبل التواصل الاجتماعي المختلفة. نحن في انتظار آرائكم المختلفة عبر همزة وصل إي جي. في انتظاركم بعد هذا التقرير. في السنوات الأخيرة أسهمت حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الحكومة في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.6 خلال العام المالي 2018-2019 مقارنة بنمو 2.9% في عام 2013-2014، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية لتصل مصر
إلى المرتبة الثالثة عالمياً في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإيكونوميست. وتراجع معدل التضخم في أغسطس الماضي ليبلغ 7.4%، وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم، ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادي، وهو ما شجع البنك المركزي المصري على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية، وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض، وهو الأمر الذي يعزز من التوجهات الاقتصادية المصرية التنموية. وحول مكانة مصر في التقارير الاقتصادية الدولية، تحسن ترتيب وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمية من 119 عالميا عام 2014-2015 ليصل إلى 94 في عام 2018. أشاد البنك الدولي بالاقتصاد المصري، من عكس الأمر على تحسن التصنيف الائتماني لمصر من جانب وكالات التصنيف العالمية فيتش ستاندرد أند بورز موديز، ليتفقوا جميعا على تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية والنظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. ويرى مراقبون أن السبب وراء هذا التراجع القياسي في التضخم يعود إلى عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالقدر الذي كان متوقعا، وذلك إن دل على شيء إنما دل على نجاح الحكومة المصرية إلى حد بعيد في رفع مخزون السلع لمجابهة التأثير المتوقع لخفض دعم المواد البترولية على الأسواق. أهلا بكم من جديد. كانت هذه رؤية تحليلية سريعة لعملية التضخم وإنعكاساتها على السلع المختلفة وأسعارها. ماذا عن آرائكم؟ دعونا نطلع عليها مرة أخرى إلى محمد عبد الحكم. محمد، ماذا لديك هذه المرة؟ شكرا مجدة. هناك مجموعة من التعليقات حول موضوع حلقة الأساسي سنقرأها كما كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي. نبيل سليمان بيقول دي بشرة خير علشان كلنا واحد والأسعار سوف تستقر وتحيا مصر. أيمن بيقول نرى انعكاس انخفاض معدلات التضخم على مستويات معيشة الأسرة، أكيد توفير سيولة واستقرار أسعار الأسواق للعرض والطلب وزيادة فرص العمل وزيادة الرواتب والمعاشات، إن شاء الله مصر بخير. ناهد بتقول حتى تشعر الأسرة المصرية بذلك لابد من الرقابة على الأسواق وإلزام كل المحال التجارية بوضع قائمة الأسعار لكل السلع التي أتعامل بها. محمد صلاح بيقول ما شاء الله نرى تطور ملحوظ في انخفاض الأسعار، وهذا يرجع للإدارة الحكيمة والأفق الواسع. جابر بيقول انخفاض معدلات التضخم له تأثير إيجابي على أسعار السلع انخفاضا، ولكن مع توافر السلع وتوافر السيولة في يد المواطن وثبات أسعار الفائدة في البنوك، كما أنه مؤشر على تحسن الأحوال الاقتصادية للدولة وزيادة الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي وآلية السوق من عرض وطلب ووفرة في المنتجات المعروضة ومراقبة الأسواق وتوافرها بكثرة تؤثر تأثير إيجابي على التضخم، وكلها عناصر مرتبطة بعدم توافر أحدها وإحداهما تؤثر على العناصر الأخرى. إذن هذه معظم التعليقات التي وصلت إلينا تعليقا على هذا الموضوع، ولكن أنتقل إلى زميلتي مجدة لكي تبدأ اتصالاتها الهاتفية. إليك يا مجدة. شكرا لك محمد، أكيد سأعود لك من جديد للمزيد من الآراء، لكن دعونا ننتقل إلى الحديث من خلال آرائكم إلى المختصين. هذه المرة معنا عبر الهاتف، تظهر الأسماء حالا على الشاشة، دكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور حسني. أولا أهلا وسهلا دكتور حسني. هذا الانخفاض الملاحظ عبر الأرقام في معدلات التضخم في مصر، كيف تراه بعد هذا الجهد الحكومي على الأرض في صورة مترجمة وهي الصورة السلعية المقدمة للجمهور؟ مصر خطت خطوات كبيرة من نهاية عام 2016 بالتحديد 3 نوفمبر 2016 نحو الإصلاح الاقتصادي. نعم. وكان من تبعاته ترشيد الدعم، من تبعاته تحديد سعر الصرف، ده كله بالفعل أثر على المواطن وأثر على السلع، ارتفعت حقيقي، وكان المعدلات التضخم المعلنة كانت بتفوق 32.5%، وده رقم كبير نسميه كده وفترة وجيزة نسميه تضخم جامح. نعم. لكن الأوطان بتبنى بجهود أبنائها وبصبرها على الوطن. الكلام ده مشي بشكل كبير في عام 17، وبدأت المعدلات تنخفض إلى أن وصلنا إلى اليوم. آخر قراءة للجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء بتقول إن معدلات التضخم بقت 7.5، وده رقم كويس جدا لو قررناها بالـ 32.5 اللي احنا اتكلمنا بيها. المفروض إن المواطن بيلمسها في معيشته،
لكن خلينا نقول ان ده اختبار للتجار المصريين، ان النهارده حاجات كتيره اتحسنت، معدلات التضخم بقت احسن، احنا عندنا سعر الفايده بقى اقل، احنا عندنا الجنيه المصري اتحسن. المفروض ان احنا بنلمس دي في الاسعار. حقيقي بعض التجار مازالوا ودي اعداد قليله متمسكين بالاسعار القديمه، في حين لما ارتفعت الاسعار استفادوا واختنوا في ظل سابقا كان في ضعف في الرقابه على الاسواق، لكن النهارده الوضع اختلف. حمايه المستهلكين، هتدافع عن المستهلكين. المفروض ان الايام القليله القادمه والشهور التاليه يلحظ المستهلك بالهوة الكبيرة من 33.5 إلى 7.5، ودي حقيقي لسه لم يلمسها رجل الشارع في مصر. طيب هو من المفترض ان في دوره لحياه السلعه يعني بتقترب من 3 ل 6 شهور علشان تبتدي تتغير في سعرها تأثرا ارتفاعا وهبوطا. بنرى الارتفاع سريع جدا، اما الهبوط فلا نلحظه تقريبا. ده صحيح، زي ما تفضلتي مراحل الانتاج ثم التخزين ثم البيع بتاخد الفتره اللي حضرتك اشرت اليها. لكن متزامن مع هذه الفتره حزب المساعدات الاجتماعيه الغير مباشره، مش في صوره المعاش ولا حاجه، احنا شايفين القوات المسلحه، شايفين الشرطه مع عامله منافذ للبيع باسعار تقترب من اسعار التكلفه، اذ لم تكن احيانا كثيرا تكون زي سعر التكلفه. دي كلها اثرت على التوازن الاقتصادي في السوق، وبالتالي المستهلك سيلحظها. اللي ما بيعرفش ياخد السلعه من المنفذ او بعيد عنه، وان كانت هي بتغطي مساحات كبيره من مصر، سيلحظ في خلال الشهور القليله اللي احنا قلنا عليها اللي تتراوح من 3 و4 شهور بتحسن كبير، ونتعشى من المزيد. مصر اقتصادها النهارده اقوى، معدلات الاقتصاد الكلي احسن، الرواتب وحزم المساعدات بتتزايد، معدلات الفقر بالفعل زادت، لكن ان شاء الله هنبتدي نلحظ هبوط ملحوظ فيها والقادم احسن لمصر. ده بالتاكيد. هينضم الينا في هذا الحديث يا دكتور حسني الاستاذ مصباح قطب المحلل الاقتصادي بالمصري اليوم. استاذ مصباح اهلا بك. اهلا وسهلا. انا بيسعدني ان انت تنضم الينا في هذا الحديث. شكرا. كيف ترى تاثير معدلات التضخم على عمليات الانتاج ذاتها؟ كلام مهم، لانه الناس بتتكلم عن المستهلكين بس، وده برضه من الاسئله اللي ما انطرحتش كتير في مصر يعني. موضوع التكاليف موضوع مهم جدا، عفوا، بالنسبه لاي منتج، وايضا في النهايه بالنسبه للمستهلكين يعني. المشكله هنا انه حسابات التكاليف في مصر او ما يسمى بالتكلفه المعياريه للسلع والخدمات ما هياش واضحه، وما كانش فيه اهتمام في الفتره اللي فاتت، وانا بتمنى الحقيقه يبقى فيه يعني اهتمام كبير جدا بالقصه دي في الفتره اللي جايه، وبالتالي مش قادرين نقيس بدقه مدى انعكاسها على المنتجين. لكن القاعده العامه اللي معروفه في مصر وهي طبيعيه الحقيقه ما فيهاش، انه المنتجين بيزيحوا الزيادات الناتجه عن ارتفاع التضخم، او زي ما بنقول يعني التضخم كونه بقى 7.5 بقى 33.5 مش معناه ان الاسعار نزلت، معناه ان معدل الزياده قل عما كان عليه، لكن لا زال في ارتفاع في الاسعار. وفي نفس الوقت في قدر من التباطؤ في الطلب، وقت الناس برضه ايه بتتحسب للزمن شويه، قللت استهلاكها، اللي معاه يشين بيحطهم في البنوك، وبالتالي المنطق الطبيعي انه يزيح الى المستهلكين قدر استطاعته، لان السوق له حمل في الاخر، الزياده في التكاليف، او يحاول يزود صادراته بالتالي ايه ويبيع بهامش ربح اقل في السوق المحلي، وكده يعني يتوازن مرة أخرى ويواصل يعني الدورة الإنتاجية يعني. نعم. هل ده معناه أن ده بيؤثر في حركة الإنتاج بالإيجاب بشكل أكبر، وبالتالي الدورة السلعية لما تكتمل هنشوف أسعار مختلفة؟ يعني ما أعتقدش أنه في الوقت الراهن لسه ما وصلناش لدورة معدل تضخم يساعد المنتجين يعني على أنهم يتحركوا أفضل يعني، لكن أنا بعتقد إن في قدر برضه من التباطؤ في بعض القطاعات يعني، قلت بالذات اللي مرتبطة جدا بالمستهلكين واللي فيها قدر من التوازن في العرض. يعني إحنا شفنا على سبيل المثال صناعات الألبان يعني وما يرتبط بها يعني، وصناعات زي المربات وكذا، شوية الدورة الإنتاجية فيها قدر من التباطؤ. صحيح الاقتصاد القومي بينمو بمعدل كبير، بس النمو جاي زي ما حد دايما تقول وزارة التخطيط وكده
من مصادر أخرى طبعا عمال قطاع الإنشاءات والتشييد والعقارات وقطاع الاتصالات يعني. دي اللي هي الملاحظ فيها بشكل أكبر. اه مظبوط، فبيعوض شوية يعني التباطؤ اللي موجود في بعض القطاعات الصناعية وكده. نعم، طيب أنا هعود إليك مرة أخرى أستاذ مصباح، بس اسمح لي إن أنا أعود مرة أخرى للدكتور حسني الخوني الخبير الاقتصادي وأسأله عن تأثير ده على فرص التوظيف أو معدل البطالة بمعنى أصح. أنا بمسي على الأستاذ مصباح وبثني على كل كلمة قالها. نعم. لكن بدون شك إحنا هنلمس انخفاض في التكلفة، يعني الأسعار العالمية بتتناقص، سعر الدولار برضك هيأثر مع استبعاد أثر الدولار الجمركي يعني. الفرق ده هيأثر في التكلفة اللي بعد كده هينعكس على السعر للمستهلك. لكن رجوعا لما سألتيني حضرتك، فرصة العمل، فرصة العمل حاجات كتيرة بتأثر عليها، منها دي ومنها السياسات التيسيرية اللي البنك المركزي بياخدها بتخفيض سعر الفايدة، وبالتالي اللي كان عاوز يتوسع كان سعر الإقراض كان مكلف ومرتفع وهيبتدي يتحفز، واحنا مقبلين على سعر فايدة اقل من كده. احنا بنستهدف مع الربع الاخير ومع بداية العام 1.5 كمان، ان احنا لا احنا ممكن تكون بنستهدف في 2020 9% سعر فايدة. ده هيخلي الناس تتوسع، التوسع يعني انتاج كتير يحس به المستهلك، وخلق فرصة عمل جديدة يحس بيها العامل اللي هو لم يجد فرصة العمل، اللي عنده الرغبة فيها والقادر عليها لكن ما كانش فيه طلب عليها، بيخلق فرص عمل جديدة. الحركة بتدور، أعتقد المواطن المصري أنهك وراحت مدخراته زي ما أشار من بعيد أخي الأستاذ مصباح، لكن سيحصد نتيجة إرهاقه، والأوطان بتبنى في جهود أبنائه وفي صبرهم زي ما بدأت في بداية المحادثة. عمليات التضخم، كيف ترى هذه المحفزات في المرحلة المقبلة بعدما قدمت الدولة الكثير في المرحلة الماضية، فماذا تبقى من هذه المحفزات للقادم؟ بالنسبة لي شايف انه اهم تحفيز يعني للسوق في الفترة اللي جاية يعني مش هيبقى مصدره يعني نقدي او مالي، يمكن الادوات دي شوية شرفت على انه تقدم ما لديها، يعني زي مثلا عملنا موضوع دعم الصادرات والى اخره، وانه هو سعر الفايده يعني في اتجاه تنازلي، لكن هيجي مره اخرى من الحاجه اللي ترصد طول الوقت انها من اهم المؤثرات على مناخ الاستثمار في مصر، وهي عمليه تسهيل الاعمال. نعم. وزياده، وانا بقول باوضح لغه يعني، التعاون ما بين الدوله والقطاع الخاص، رغم ان انا راجل يعني ايه شويه عندي ميول اشتراكيه كده، لكن شايف ان ده مهم لبلدنا في الفتره اللي جايه، زياده التعاون بين الدوله والقطاع الخاص في المشاريع المختلفه. وفي نفس الوقت يعني نقل التركيز شويه من التحفيز اللي كان معطى للقطاع الانشاءات والعقارات في الفتره الماضيه الى قطاعات انتاجيه اخرى تحقق مزيد من تركيز. ايه بقى القطاعات المأموله دي يا استاذ مصباح؟ ايه القطاعات يعني المأموله بجوار الانشاءات؟ يعني كان واحده من الحاجات المهمه جدا اللي اتعملت الفتره اللي فاتت وما خدتش حقها الحقيقه، مجمع مثلا الاسمده الفوسفاتيه والاسمده الثلاثيه اللي كان موجود في السويس وتعمل في فتره قياسيه، فحاجات من هذا النوع مهمه جدا من موجودات في طلب محلي. برضو يعني احنا مترابطين شويه، وانا عارف ان الحقيقه الدكتور عاطر نفسه بيبذل مجهود كبير في شركه 1.5 مليون فدان، انها مساله مهمه جدا. وانا بقول كده الحقيقه الموضوع واضح جدا قدام ناس كتير، ان احنا قد صحيح الاقتصاد المصري ماشي كويس مع المؤشرات الكليه كويسه، لكن قد لا نجد سبيلا الى انه الناس يعني ايه تشهد قدر من الانتعاش الفتره اللي جايه لعوامل دوليه مش في ايدينا. يعني احنا شايفين يعني التوترات الشديده جدا سواء في المنطقه او في الاقتصاد العالمي والمخاوف من وقوع ركود، وبالتالي يبقى اكلنا من بيتنا ده موضوع بالغ الاهميه، ويجب سواء بقى من المصنوعات او حتى حاجات خدمية أو الزراعة وهكذا. نعم نعم نعم. أستاذ مصباح اسمح لي مرة أخرى بالعودة للدكتور حسني الخولي لسؤاله عن وجهة نظره هو الآخر في محفزات المرحلة المقبلة لخفض التضخم من وجهة نظره. المحفزات اللي احنا منتظرها مزيد من خفض سعر الفايدة، المحفزات اللي احنا منتظرينها امتداد
الرقم المحدد ب 200 مليار وتكرار الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة. المحفزات اللي احنا منتظرتها او المجتمع منتظرها تيسير اجراءات بيئة الاعمال حقيقي بذلت فيها بعض الصعوبة. صحيح في شباك واحد لكن هناك موظف مازال غير مقتنع بهذا اما يتم استبداله او تدريبه الى اخره. الاعداد الكبيرة من الشنط اللي بتزور المحلات التجارية والمصانع ما بين صحة وأمن صناعي وحي وضرائب وتأمينات والأمور دي لازم تقنن ويضع وضع ويتم وضع حدود فيها بشكل أو بآخر. التراخيص يتم تيسيرها، الأراضي يكون للمصانع أقل سعرا من هذا، رأس المال موجود والتاجر المصري الأمين موجود، بس هو محتاج برضك جهود من الدولة في صورة التصالح على التراكم الضريبي والتراكم التأميني بما يساعد على بناء قاعدة كبيرة من الصناعات زي يعني في مسيرة كده في مجموعة من الخطوات الإدارية لسه ما زالت محتاجة لنظرة كبيرة وقوية. كلام مظبوط. نعم. أنا أشكرك دكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة وكل ما أبديته من وجهة نظر مشاركة في هذه الحلقة. عودة الأستاذ مصباح قطب، وسينضم إلينا أيضا ضيف جديد في هذه الحلقة. أستاذ مصباح، ماذا عن الاستثمار الخارجي ومحفزاته في هذه المرحلة كوسيلة من وسائل عوامل دفع تضخم للانخفاض والآخر بزيادة الاستثمار؟ هل هي سبل متاحة بعد كل ما قدمته الدولة من تذليل عقبات عمليات الاستثمار الخارجي؟ وما زال دكتور حسني خولي يقول أن هناك مسيرة يجب أن نخوضها في هذا الاتجاه. في ثلاث نقط يعني في الحكاية دي. أول حاجة أنه احنا طبعا ملاحظين الاستثمار الأجنبي المباشر قليل جدا، يعني أقل بكثير جدا مما تستحقه مصر ويجب أن تحصل عليه. ودي مسألة ممتدة بقالها سنوات هيت، احنا من 2014 تقريبا. جانب من ده لا يعني لا ينكر يعود إلى عوامل سياسية لا تزال بعد الدول ويمكن بصفة خاصة الحقيقة انجلترا ويعني من يدورون في فلكها يعني عازفة عن انها تستثمر في مصر استثمارات جديدة، طبعا لا استثمارات قائمة كبيرة يعني لا ننكر هذا، فده جانب. وجانب تاني بيتعلق بالقطاع الخاص في مصر، برضو الحقيقة عن صواب او خطأ، ما القطاع الخاص دائما في مصر طول عمره يشكي يعني الحقيقة وهو بيكسب بمليارات وهو ما بيكسبش، لكن ظني انه ايضا المستثمرين الأجانب شايفين القطاع الخاص المصري مش مشارك بقوة في الاستثمار في السنوات الماضية، وبالتالي بيقول لك لما هو اشتغل أنا حاجة اشتغل معاه، لأنه الأجنبي دايما يحب يجي يشتغل على مستثمر مصري درس السوق عارف أكتر منه. حضرتك بتطرح نقطة شديدة الأهمية، هي وأن نعم الاقتصاد الخاص صحيح. أو رأس المال الخاص دائما ما يشكو ويكون محقق مكاسب، وعلى الرغم من كده مستثمر الأجنبي بيفضل أنه يتعامل معاه لأنه بيبقى عنده نوع ما خلينا نقول يعني من وضوح الرؤية وهو بيتعامل معاه. بقى البيروقراطية بالدهاليز عارف إيه اللي ممكن يواجهه. طيب هذه المعادلة اللي بتتمثل في شكوى، بس أقول نقطة ثالثة مهمة الحقيقة برضو، يعني احنا عشان كده انا قلت موضوع التشجيع الصناعة المحلية وبالذات اللي بتنتج سلعة مهمة واساسية للاستهلاك المحلي يجب ان يتم باقصى سرعة بغض النظر بقى لأجانب حيجوا ولا لا، لانه هي قد لا يعني لا يجب رهان طويلا، لانه زي ما قلت من شوية انه في عوامل دولية قد تربك حركة الاستثمار العالمي كله لفترة ليست بالقصيرة، وبالتالي لازم ان يكون رهان على اطلاق كل الطاقات الوطنية في مصر عشان نعدي الفترة برضو قد يكون فيها صعوبات مش قليلة. دي نقطة لا خلاف عليها. أنا متفقة بحضرتك فيها، لكن أنا بتكلم في نقطة القطاع الخاص اللي حضرتك أشرت إنه بيكسب كويس، مش هقول بإيه يعني، ولا رغم من كده بيشكو. طيب المعضلة دي إزاي حلها؟ لأن القطاع الخاص لابد من تشجيعه، ما ينفعش طول الوقت يكون مصدر للشكوى لأنه كده بيصدر معلومات مغلوطة برضو عن طبيعة الاقتصاد. أكيد معاك حق، مهم أنا ما يعني خفت كده أقولها يعني. لا بالعكس، ده هو لما يبقى بيكسب وبيشتكي فهو كده مش مفهوم وضعيته إيه في هذا الاقتصاد اللي الأرقام بتتكلم بشكل تاني عنه. فإزاي تتحل هذه المعادلة بشكل جيد بحيث يكون الاقتصاد أو القطاع الخاص معبر عن وضعية اقتصادية حقيقية؟ اول حاجه الحقيقه ان احنا لازم يبقى في مصارحه، مش لازم معلنه الحقيقه، ما بين اطراف الدوله المختلفه هو مؤسسات القطاع الخاص، انه كان في فساد رهيب جدا في ال20 سنه الماضيه.
افضل، لانه كان واحد ياخد امضه مثلا بتخصيص ارض فيكسب له فيها 200 300 مليون من غير اي مجهود. يعني مش عايز اعد بقى ايه هذه الحاجات والاستثناءات الخطيره اللي تمت والتجاوزات في ال 20 سنه اللي فاتت. فبالتالي ليه هذه المصالحه مهمه؟ لانه في دوائر الدولة في اعتقاد انه القطاع الخاص يعني ايه عفوا ادمن الفساد وبالتالي مش هشتغل الا بيه، وده لا يمكن يكون مسموح بيه. يعني دي نقطة أولية. دي ملهاش حل، يعني مفيش أرضية جديدة يمكن التعامل عليها في هذا الإطار. وتتصارح يا جماعة الممارسات الماضية دي مش هتتكرر، فمن كان يريد منكم العمل بجدية احنا هنفتح له كل الأبواب. طب ده إطار تشريعي ولا إطار شكله إيه اللي حضرتك تتكلم فيه؟ والله يتضمن الاثنين الحقيقة. ما إطار تشريعي بمعنى إيه؟ وأنا بفضل دائما الحاجة دي في مصر عشان كده أيدت يعني الناس اللي كانت بتتكلم على ضرورة مثلا، لأنه قطاع مهم ومساهمته عالية في الناتج المحلي، اللي هو عمل مثلا اتحاد المطورين العقاريين على سبيل المثال. يعني المهنة دي كانت يعني إيه بلغتهم هم العفو مش لغتي أنا، بزرميت يعني في 10-15 سنة اللي فاتت، ودخل فيها كل من هم عشوائية، وكان فيها بصراحة استغلال رهيب حتى من الكثير من الكبار العاملين في القصة دي. فأقصد أقول إيه مثلا لو عملنا اتحاد المطورين بيصنف بقى إيه المطور العقاري 1 و2 و3 و4، وواحد ياخد أنهي نوع من العمليات مستواي بقى زي كده تجربة اتحاد المقاولين والتصنيف اللي عمله، وأنا أظن إن هو شيء مفيد. يعني فالتشريع هنا بالذات في المسائل اللي الهيئات الرقابيه او زي مثلا ما بنقول مرفق تنظيم الاتصالات، مرفق تنظيم الكهرباء، ناخد ده في القطاعات الكبيره في الاقتصاد حتى يريح الاثنين. نعم، لانه مرفق قوي ومستقل وفي كوادر فنيه كويسه فتقدر تنصف يعني المجتمع والدوله وتنصف القطاع. نعم، وجهه نظرك تحترم استاذ مصباح على ما قدمته. اشكرك استاذ مصباح قطب المحلل الاقتصادي في جريده المصري اليوم، اشكرك. هينضم الي في هذا الحديث استاذ احمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد في اليوم السابع، لكنه سينضم الي عبر تقنيات الفيسبوك الان عن طريق الاتصال بالفيديو. اهلا بك. اهلا بك. اهلا بك استاذ احمد. اهلا بك استاذ احمد. اسمعك يعني ربما كان الحديث في هذه الحلقه بشكل او باخر متسع ليضم الكثير من النقاط حول النظر مستقبليا لوضعيه الاقتصاد المصري لدرء ما قد يشوبها من مشكلات حقيقيه تؤثر على عمليه النمو الاقتصادي من ناحيه وتؤثر على التضخم ايضا من ناحيه اخرى. فما الذي يفتقد اليه او كيف ترى النقاط القادمه وهامة وحاسمة في وضعية الاقتصاد كي يكمل المسيرة الحالية بشكل إيجابي؟ خلينا نقول أن مؤشرات الاقتصاد المصري الكلية من حيث معدل النمو اللي بلغ السنة المالية الماضية حوالي 5.2% ومعدل التضخم اللي انخفض خلال الشهر أغسطس 2019 إلى 6.7% من مستوى 13% نفس الشهر 2018، بالإضافة إلى معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أو الـ FDI اللي بلغ حوالي 9 مليار دولار العام المالي الماضي، وإضافة إلى تحسن وضع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وأن الدولار الأمريكي بيفقد نحو 150 قرش على مدار الثمان شهور الأولى من 2019. دي كلها مؤشرات اقتصاد كلية بتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على طريق صحيح من حيث حصد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار 3 سنوات. الحقيقة خلال الشهر القادم أكتوبر 2019 الاقتصاد المصري بينهي ال3 سنوات الرئيسية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي اللي استهدفت بالأساس تحرير سعر الصرف وتوافر العمل على توافر العملة الصعبة للاقتصاد المصري اللي دخله تقريباً 200 مليار دولار على مدار ال3 سنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج اللي بلغت حوالي 25 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إيرادات قناة السويس اللي بلغت حوالي 5.7 مليار دولار، وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر زي ما قلنا، تحسن الصادرات المصرية بإطار استراتيجية الدولة كمان لخفض الاستيراد من الخارج وترشيد الاستيراد من الخارج، وبالإضافة إلى حزمة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية عن طريق بالضبط هذا ما قانون الاستثمار الجديد. ما هو قادم سينعكس تحسن المؤشرات الاقتصاد الكلي المصرية على ثقة الأجانب في الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر. المباشر عن طريق استهداف الحكومة المصرية
في الفيسكال يير او السنه الماليه 2019-2020 اللي هي السنه الماليه حاليا، استهداف 11 مليار دولار استثمارات اجنبيه مباشره. ده على اساس ان ما تم من اصلاحات اقتصاديه وقانون الاستثمار الجديد واصلاحات ضريبيه بتصب في مصلحه جذب الاستثمار الاجنبي المباشر اللي بتستهدفه الحكومه المصريه ب 11 مليار دولار. بتستهدف كمان استثمار اجنبي غير مباشر في ادوات الدين المصريه من أزوم وسندات الخزانه المصريه، اللي هي دلوقتي الرصيد القائم بتاعها حوالي 20 مليار دولار، وده رقم مهم جدا على مدار الفتره اللي جايه والفتره اللي جايه الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه. مستمر هذا الرقم في التحسن على اساس تحسن الجنيه المصري قدام الدولار الامريكي خلال الثمان شهور اللي فاتت. كمان بينعكس على مستوى التدفق السياحي. الحقيقه 2018 شهدت اعلى معدل نمو سياحي منذ 2010، وبالتالي ده بيأكد على الأمن اللي بينعم به الشارع المصري حاليا، وبينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار السياحي. متوقع خلال السنة المالية اللي احنا فيها 2019-2020 اللي بيزيد عدد السياح المصريين من ما بين السياح الأجانب والسياحة الداخلية المصرية والسياحة العربية بإيرادات سياحية متوقع أنها تبقى فوق ال 10 مليار دولار، ارتفاعا من 9 مليار دولار في 2018. وبالتالي نعم استاذ احمد، انا بشكرك كثيرا على هذه المحادثه عبر تقنيه ماسنجر، عفوا سكايب على ما يبدو لي الان. اشكرك على هذه الاطلاله السريعه على معدلات بالارقام للنمو المصري في الفتره القليله الماضيه. اشكرك كثيرا استاذ احمد يعقوب، المحلل الاقتصادي بالمصري اليوم. كانت هذه اطلاله سريعه منا اقتصاديه نوعا ما على انخفاض معدلات التضخم في مصر واثارها على جوانب الحياه، وماذا يحتاج الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة والمقبلة أيضا ليواصل هذه المسيرة بشكل حقيقي. وذكرنا الكثير من النقاط التي تتعلق بمشكلات البيروقراطية في بعض النقاط التي ما زالت مصر تحياها حتى الآن، ونتمنى أن تكون موضوع نصب عين الحكومة في هذه المرحلة من أجل المزيد من الحركة الاقتصادية على الأرض. في هذه الحلقة لم يتبقى لنا سوى سؤال حلقة الغد، وهو كيف ترى قرار استبدال التوك توك بسيارات مرخصة وآمنة؟ كيف ترى قرار استبدال التوك توك بسيارات مرخصة وآمنة؟ هذا هو سؤال حلقة الغد الذي نرغب في أن تتواصلوا معنا عبر همزة وصل إي جي دوما لإبداء الرأي. نحن في انتظار هذه الآراء، وأعتقد أن الموضوع سيهتم به الكثير لإبداء الرأي هذه المرة. إلى أن نراكم، لكم منا كل التحية.